مساء الخير أحبائي وأعزائي، النهاردة هنتكلم عن طائرة الجونة اللي سقطت. النيابة العامة تنتهي من معاينة موقع حدث طائرة الجونة. هذه هي الطائرة الساقطة. انتهى فريق من نيابة الغردقة اليوم من معاينة حادث الطائرة المنكوبة التي سقطت بمطار الجونة شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذا لتعليمات النائب العام بفتح تحقيق في حادث الطائرة. واستمعت النيابة لعدد من العاملين في الشركة التابعة لها الطائرة، بينهم مدير الشركة، وتبين أن الطائرة كانت في رحلة تجريبية، وأن الاثنين اللذين لقيا مصرعهما هما طيران. كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة، وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أنه تم فتح التحقيق في حادث سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة بالغردقة الذي أسفر عن وفاة طيارين. وانتقل فريق من نيابة البحر الأحمر الكلية لمعاينة مسرح الحادث، وتتخذ النيابة العامة إجراءات التحقيق لكشف كيفية وقوع هذه الطائرة. يعني عايزين نقول ان الحادث الطائرة ده، هل هو حادث ارهابي؟ هل هو حادث مقصود فعلا؟ ولا ده حادث تم نتيجة اسباب فنية في الطائرة؟ وكل ده اللي التحقيقات هتبينه وتوضحه. انا حابب اقول ان ليس نظرة تشاؤمية، ولكن انا شايف ان عام 2020 هي سنة كبيسة وكوابيسها كتير، سنة يعني جاءت بأعاصير وأمطار غزيرة لم تأتي من قبل في مصر، بعديها فيروس كورونا كوفيد 19، القنبلة اللي فرقعت وضربت لبنان ودمرت الملايين. طبعا احنا بنشكر ربنا على كل حاجة ربنا بيعملها معانا، لا نقاش ولا جدال في هذا الكلام، لكن عايز اقول اني بنصلي المفروض لربنا جامد قوي ان يقبل مننا التوبة وان يغفر لينا ويسامحنا على الأخطاء. رحم الله كل المتوفيين الطيارين، ورحم الله مصر وحفظها وحفظ رئيسها السيسي والبابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية وشيخ الأزهر، ولكم مني كل الحب والتقدير. ولو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة.